بالأسبوع السادس اللي هو أحد النسبة نسأل كيف في يتشبه بيسوع؟ وهل مطلوب مني أن يكون كامل مثله؟ هل مطلوب أن أعيش حياتي من دون خطية؟ أسئلة كثيرة منطرحها وجوابها واحد، الله حبنا لدرجة أنه تأنسن وصار مثلنا بكل شيء ما عدا الخطية. خلونا نوقف لحظة ونفكر بهالكلمات شوي. صار مثلنا يعني حس مثل ما نحن منحس، يعني زعل وانبسط وتضحك ونوجع. صار مثلنا يعني عتل هم مثل ما نحن منعتل هم. يسوع صار مثلنا وعيش كل الإنسانية اللي فينا من دون أي تفصيل ناقص. يسوع دخل تاريخنا بطريقة مباشرة. يسوع مش لنحطه عرف، هو حاضر معنا بشغلنا، نحن وسايقين، نحن وسهرانين. كلنا مدعوين نشارك الرب بكل لحظاتنا وقراراتنا، وتنقدر نشاركه حياتنا ما فينا ما نحب، ما فينا ما نوع هالإنسانية الرائعة اللي وضعها فينا. مين منا اليوم مش مهموم، مش عتلان هم بكرة؟ زمن الميلاد، زمن التجسد، بدعيكم نبلش كلنا سوا نجاوب الرب بالطرق اللي بيحبها. خلونا نبلش نعطي وقت لنهتم بذاتنا، بصحتنا، نبلش رياضة، نخفف دخان. خلونا نبلش نهتم بخينا الإنسان. يسوع عم يدعيك تكسر التلج مع جيرانك اللي بعد منك أصحاب معهم أو يمكن علقان معهم، وتبني حديثك معهم على المحبة. يسوع عم يدعيك ما تكون تابع حزب سياسي من دون ما تكون مستعد تساعده يصلح أخطائه. يسوع عم يدعيك تهتم بالبيئة، بالأرض، لأنه عطية مجانية من الله. نحن بزمن الميلاد مدعوين نعيش مثل ما يسوع عاش على هالأرض. طفل المغارة هلأ عم بعيط لك، بده إياك تكون مبسوط. وفرح يسوع ما بيتكل أبداً على الظروف اللي حواليك ولا على السياسة ولا على المصاري. فرح يسوع بيتفجر من جواتك وبيعدي اللي حواليك، لأنه حتى الموت مع يسوع صار قيامة وحياة. اليوم يسوع عم يدعيك تخفف ركض، ولأنه بهالفترة ترجع لذاتك، ترجع لعائلتك، ترجلج البوصلة من جديد على المهم بالحياة. أنت، نعم أنت، وأكيد ما قصدي الأنت الأنانية اللي بيعلمنا إياها الإعلام اليوم، بل أنت الكائن المخلوق على صورة الله ومثاله. أنت الإنسان المحبوب اللي يسوع صار مثلك تيرفعك وتصير مثله. خلونا نقوم سوا بنفس جديد، بنفس يسوع نخدم حالنا والمجتمع. فترة الميلاد هي الفترة المثالية لنكتشف قدان إحنا محبوبين وقدان إحنا قادرين نحب أكتر. وهيدا كله بيهون نهار اللي منقرر نبلش نتشبه بيسوع بكل شيء. من الآخر، بتحب يسوع؟ كون مثله. بهالمقطع الأخير من ترنيمة أرسل الله منكلل صلاتنا بتمجيد الرب اللي بسر تجسده أعطى إنسانيتنا المعنى الحقيقي. يا من أشرق بأمه إنساناً يدوم، هو الخفي اللي ظهر بمريم. من هون منشوف قدي دور مريم أساسي عن نعم اللي قالتها أمنا العذراء بحرية تامة ومن دون أي ضغوط كانت ضرورية للتجسد، باتحاد طبعين ومشيئتين. الله المتجسد هو إله كامل وإنسان كامل بنفس الوقت. يسوع كان حامل طبع إلهي وطبع إنساني، وكمان كان حامل مشيئة إلهية ومشيئة إنسانية بنفس الوقت. من خلال هالكلمات منكون عم نعلن بإيمان تعليم كنيستنا من خلال هالعائدتين. عائدة الطبعين اللي تقررت بمجمع خلقيدونيا سنة 451، وعائدة المشيئتين اللي أعلنت بمجمع القسطنطينية سنة 681. لك ولوالدك وللروح القدس شكر محتوم. من بعد ما الله أرسل والابن تجسد والروح تمم، ما فينا إلا ما نكون عم نجاوب الله بالشكر المحتوم على هالعناية والمحبة الفايقة الطبيعة. إله واحد بأقانيمه الثلاثة بلش، كفى، وتمم مشروعه الخلاصي للإنسان. ثلاثة أقانيم، إله واحد ليس بمقسوم. ثلاث أشخاص، إله واحد. والعلاقة الثالوثية بين أو داخل هالأقانيم الثلاثة هي شراكة عميقة وكاملة، شراكة الحب الإلهي اللي كلنا مدعوين نعيشها بين بعضنا، تنشكل جماعة مسيحية واحدة مترابطة هدفها القداسة بيسوع. هلل 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 ونوي، والله معكم.